المفروض أنها تفتح كلها، لأنه ما ظلش فيها مجال للتسكير، لأنه اقتصاد البلد في النازل والناس كثير تضايقت. ف يعني نسأل الله أنه الأمور تتحسن. بالنسبة للصلاة عرفت كيف علي غلط فتحها صلاة الأعراس، عشان بتعرف اختلاطات كثير والنسوان يعني بيكون دائما الصلاة عندهم مضغوطة كثير، عرفت كيف علي؟ واحنا قد ما بنقدر نخفف يعني من يعني التجمعات، عرفت كيف علي؟ لما بيحكي وزير الصحة يعني بيحكي لصالح البلد. طبعا بأيد، يعني الناس بدها تعيش، وكل واحد لازم يجي يدخر ويجي يعني يعرف كيف بدنا نعيش يا عم مش اكثر. نعم بأيد، بسبب يعني انت شايف الوضع، مهما تزيد الحالات الاقتصاد اتدمر، ما في لا بيع ولا شروه، فخليهم يفتحوا وكل واحد يدير باله على حاله، واللي صابه اللي بيصيبه كورونا لا سمح الله ينحجر ببيته ويجيب دواء وينحجر بداره 14 يوم وتفقد الله رحمه، شو بدنا نقول يعني؟ لا ما بأيد فتح القطاعات الخاصه كلها، لانه زادت الاصابات كثير عن الاول. يعني بالاول كانت الاصابات خفيفه، بس من يوم ما فتحوا كل القطاعات ما زادت الاصابات كثير عن الاول. امر بين شغلتين، يا انه قراراتهم السابقه كانت خطا، او القرارات الحاليه خطا، واحده من اثنتين. ففتحتها في هذه الايام في هذا الزمان يعني ما فيها الامر، ما اخذ الاحتياطيات اللازمه والاجراءات الوقائيه يعني اللي بتكون من ضمن صالح الناس وصحتهم وسلامتهم وعدم الاستهتار بارواح الناس ايضا. ما انه يصير في تضرر بحجم كبير، هذا راح يضر بالعائلات نفسها. طب اقل واحد لما يكون عنده شخصين، غيره وغير مرته، هاي بنحكي احنا اربع اشخاص، طب صاحب العمل من وين راح يجيب البضاعه اللي بده يستوردها من برا؟ من وين راح يدفع؟ وايد ذلك، لكن بشرط الاخذ بالشروط الصحيه، يعني التزام الكمامات والتباعد الاجتماعي، وهذا كويس جدا. الناحيه الاقتصاديه اهم من اي ناحيه من النواحي، شايف؟ فالمواطن بيقدرش يظل محاصر في بيته بدون ما انه يكون عنده ناحيه اقتصاديه، يشتري يروح يجي، الاسعار كمان بتقل، يعني ما بتكون البلد جامده بالمره، بيكون في نوعا ما في حركه وفي زي ما تقول اقتصاد قوي. مع اخذ الاحتياطات يعني الكمامات القفازات شيء من هذا القبيل، انا يعني اي ذلك هو بشده. انا بفضل انه يرجعوا ويساووا حظر بشكل يعني مدروس، عرفت علي؟ حسب الاصابات وحسب الكذا، لانه هيك نحن رح نتورط اكثر هلا وراح نفوت بشيء مفتوح يعني للاسف.